السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. وللمرة الثالثة وحنا نعيد ونكرر في هذا ناتج عن تصحيح. طبعا احنا الآن بأسفل جبل منجد، محافظة هروب، مدينة جازان، المملكة العربية السعودية. وأين تقع جازان؟ هي تقع في الجنوب الغربي، ولا لا لا أبو باسل، الجنوب الغربي من الجزيرة العربية أو من المملكة العربية السعودية. ولو سألتونا فين تقع المملكة العربية السعودية، هذه زيت بيبغالها زي الشرح ثاني على الخرائط. على كل حال الله يحييكم ويا مرحبا، لأنه لبعضكم بعض المشاهدين وذا من بقاع ثاني، ولا عندنا مشكلة. الآن جبل منجد هذا، احنا جينا أكثر من جبل، اللي هو جبل خاشر، جبل طلان، جبال الحبس، وضيع طويلة في جيزان هذا. وجيزان هذا حكاية لا تنتهي، حكاية لا تنتهي من الجمال والإبداع. احنا الآن بنطلع قمة الجبل هذا. ارتفاع الجبل هذا قرابة 2000 متر عن سطح البحر، ويعطيك مناظر تدريجية شوية كذا. تقول هذا يا أبويا أرض جردة، لا شوية كذا شوية كذا. بعدين لما تطلع إلا وانت تشوف الغيم وتشوف الأجواء الحلوة. سأل الله لي ولكم التوفيق. طبعا عندنا هنا جوجل قاعد يعطينا الخرائط. أمامنا عقبة، كم تتوقع أبو باسل كيلو؟ والله تقريبا حوالي 10 كيلو إلى 12 كيلو. بنبدأ فيها صعود تدريجي، وماني قادر أفتح القزاز، لأن أول شيء السماعات ما هي عندي، هذا أول. ولو فتحنا سماعات بيصير هواء وذا، وأنا عارف التصوير داخل القزاز وكذا بيكون فيه صعوبة. طبعا يا اخي اذكرك قلت لي ابو باسل ان هنا في المنطقه الظاهر اللي هو نوع من فصيله القرود، بس ما هو اللي يتمسك بذا، بس ما انا ما شفته. هذه شفناها في 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 لجب. في لجب؟ ايوه ايوه ممكن في لجب. في لجب في جبال. شوف السيارات الامريكيه هنا صعبه جدا يا اخي، والله صعب. اذكر السيارة حقتي لعبت فيها والله. الجير اوتوماتيك مشكلة في الجير. والله مشكلة. الجير اوتوماتيك مشكلة. شوف هنا يا اخي هذا ولا انت ابن الجبال، يعني من المفترض انك تسوق في اي في اي دور. رجال احنا في الجبال هنا. شوف منظر هنا ما احلاه يا اخي، ما اجمله. تذكر يا اخي يوم جينا مع عقبة ردوم ونزلنا وحنا لقينا ذاك المشروع الطويل جاز وادي ذهب؟ وادي ذهب؟ لا مو وادي ذهب، لا لا لا، احنا عندنا خارجين له، هو الظاهر الخط هذا يقول لك يبغون يودونه النجران. اوه صح صح، وين يودونه النجران؟ يطلع الظهران جنوب. ايوه على ظهران، من ظهران على النجران. يطلع على وادي اسمه وادي كتام. وادي كتام صديق في ظهران. نحلة يا أخي، أحب النحل. وين تاجه؟ والله والله لكن قرصة شيء يا أخي. والله يا أخي يعني زي عندي الأشجار هذه في الحوش ولا، بس يا أخي وجه طاردك يستدلك في بيتك صعب.
مش هذي الحين خالص. أصحاب المنطقة اللي يمر عليهم زي هذا المقطع يقدر يفيدنا عن ما هي أسباب تسمية هذا الجبل بهذا الاسم جبل منجد. هل هو لحادثة معينة أم أنه أسماء عادية، وربما يكون قد يكون شخص أو شخص يكون بارز في هذه الأرض اسمه منجد من البداية، وممكن تكون من الإنجاد. يعني مثال عندك جبال منها، سميت جبال منها من المنع، صح؟ فهذا يعني ربما يكون نفس، قد يكون من جد يا اخي وراها محاصيل انتاج او ذا كذا، فانقذ الناس وخدم اشياء كذا. هذا هو الجبل يا جماعه الخير، لا يقل عن اهميته في جبل طلان وعن جبال خاشر وعن جبال الحبس وعن ذا. والناس هنا ما شاء الله تبارك الله، قلنا لكم انه الواحد يعمر في الجبال هذه بتكلفة 3 عماير، تكلفة 3 عماير ما فيها كلام في الارض السهلة. كويس ان ما جبنا سيارتي ولا كان قعدنا. شوف الان بدأنا بخط ثاني، خط ثاني. اوه من منظر هنا واسع ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أجواء يا جماعة الخير خرافية في هذا المنطقة، في هذا الجبل. وكم أنت جميلة يا جازان، كم أنت جميلة وفاتنة. طبعا باقي بنكمل مشوارنا ونصعد. شوف الإنسان، أنا سميتهم إيش؟ أنا يعني خلاص يا العماليق يا الفراعنة، ما حد يقدر يعمر هنا، ما حد يقدر يعمر إلا هم. لا يستطيع أي إنسان إلا هذا الإنسان هو نفسه اللي يستطيع عمره. أنا ما عندي استطاعة أني أخسر اللي أخسر وأضع وجهد كبير، لكن هذولا عندهم همة وعزيمة ما شاء الله تبارك الله. قربنا من الذروة. هذه يفقد الشجرة، شو اسمها؟ وقاعة بالله.
خارج معهم. جبل مجد التعليم. طبعا هنا المجمع التعليمي يا اخوان. يعني يا الله محصرين المكان مدري كيف وما في ما انت في محاضرات يعني الوضع مختلف. خلاص هذه هي قمم جبال منجد، القمم العالية في جبال منجد. بقي أمامنا المشوار هذا ويكون اكتمل بالكامل جبل منجد، جبل جميل رائع. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بنواصل فوق إلى هناك المسير، باقي هناك جبل لكن لا خلاص. في قرى هنا قديمة بنحاول نشوف إذا نقدر نزورهم أو نوصل إليها، البيوت القديمة هذه أجواء خيالية خيالية. طبعا طلينا من رأس جبل منجد فأصبح أمامنا هناك جبال الحشر. في الواجهة هذيك اللي قدامنا هذيك جبال الحشر. شوفوا من فين جات الدنيا وشوفوا المناظر الجميلة هنا يا جماعة الخير. لا إله إلا الله. أي نعم. يا الحرام يجيك. طبعا هنا يا جماعة الخير البيوت القديمة هناك مبنية. ما شاء الله تبارك الله. والله من هاوي تحت يا رجل.